إذا نروحوا للكوزينة نشوفوا واش كاين من حاجة بنينة مع الشيف وسيل أبو لحيا. عودة. مرحبا. رجعنا لكم وبونجور. لازم ترجعوا ولازم تولوا هما تاني لازم يقولوا باش يعرفوا الوصفة تاع اليوم. واليوم راح نديروا لهم الرز بالمرقاز. على نشوفوا قبل المكونات من بعد هذيك نشوفوا طريقة التحضير. إذا بيان سور لازم يكون عندنا هنايا الرز تاعنا. عندنا هنايا تاني حبة بصل كبيرة مقطعة في رقيق مع زوج سنينة تاع الثوم مقطعين في الرقيق. عندنا كذلك حبة تاع فلفل طرشي مع حبة فلفل حار مقطعين كذلك مكعبات صغيرة. عندنا شوية تاع معدنوس مقطع في رقيق بيان سور. الرقيق. لازم. وعندنا كذلك المرقاز ديالنا اللي راينا كل حبة قطعتها على زوج كيما راكم تشوفوا. ملعقة أكل تاع طماطم مصبرة. أما بالنسبة للتوابل فنحتاج إلى بودرة تاع الثوم، أوكي. عندنا كذلك شوية تاع الكوري وعندنا الفلفل الأسود وعندنا حبة تاع ليمون أسود كذلك هكذايا. وعندنا شويه تاع الملح وبيان سور الزيت ديالنا. دوك واش نديرو؟ والماء بيان سور لازم يكون دافي باش نمرقو به الاروز تاعنا. نروحو نشوفو قبل نسخنو المقله ديالنا ومن بعد هاديك نحضرو مع بعض. كليتو ديجا الطعم تاع، تعرفوا الطعم تاع الليمون الاسود ولا جامي؟ انا جامي كليتو. جامي جامي كليتو. ايضا جامي كليت هنيك المرقاز مع الروز. لك بالمال اليوم حتذوقي. اليوم اكتشاف. شغل على بالك بلي راهو يفكر، راهو يفكر فيا بالبلا اللي درتيه دار بالضربه تاع الروز بالدجاج. على طريقه الدجاج ياكلوا الناس الروز بالدجاج. على طريقه المطاعم انت درتيه رابيدمون. شغل راني نشوف الروز ما هو مفور ما والو. سما هذه هي الحاجه اللي راهي مانتريسيتني. الوغ نحطوا قبل مشاهدينا البصل تاعنا قلنا حبه مقطعه في رقيق مع حوالي زوج حبات ولا ثلاث حبات ثلاث سنينات تاع الثوم كذلك هكذا. لازم نقولوا البصل هو الاولاني توجور. نحطوا هنايا هذوك التوابل. اما هذه الحبه قارص من بعد نحطوها هكذايا. نحطوا كذلك الطماطم المصبره تاعنا اللي قلنا ملعقه تاكل كامله هكذا. ونقليهم كل شيء مع بعضه. فوالا نقليهم مليح قبل لما يتقلنا مليح عفوا البصل تاعنا مع الطوماطيش وكذلك هذوك التوابل هنا. من بعد هذيك باش يجي دور الارز نروحوا يعني خطوه بخطوه باسكو مهم جدا هكذايا باش سيريوسي والروز تاعكم كما قال لكم ياسر على طريقه المطاعم ماشي كما فين نديروه في الدار نغلو ونرمو مع لاصوص. ماشي هذاك طريقه خاطئه 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 بالبزاف. فوالا الروز نغليوه لما نكون رايحين نديروا به شلاضه، لكن لما نحبوا ناكلوه باش نسبنوا صح مذاق الارز ويقعد لنا على حبه لازم لنا هالطريقه. وسيله بوك نسقسيك نعاود نرجع الليمون فقط الاسود. نشوفوا انه ما كاش بزاف اللي يطيبوا به، وشنو هي الفائده تاعو؟ لا يطيبوا به خديجه لكن ماشي احنا في بلادنا يعني. صح. هو ماشي داخل في مشارقه هما يطيبوا به كامل. يعطي واحد الحموضه، حموضه في الاكل خديجه فهمتيني، وهذيك الحموضه بزاف بنينه يعني ماشي كيما القرص كيما تذوقيه جرو يابس فيعطيني واحد المذاق رائع جدا فهمتي. توك تذوقي وتعرفي يا خديجه. وهي لما نقولوا المشارقه ما نزيدو نبريسيزيو مليح الخليج العربي. بيان سور الخليج كامل ما محتا السويره كامل يعني هذيك المنطقه كامل يطيبوا به. من في الهند يطيبوا به كذلك، القاره الاسيويه كذلك يطيبوا به. دوك سما هكذا نقليو البصل، نقليو البصل بالتوابل تاعنا فوالا مليح مع الطماطم تاع الطماطم المصبره بيان سور. علاش وجو نقول لهم نقليوها في الاول باش نحول هذيك الحموضه ديالها يعني دو بريفيرونس في كامل اطباقكم الطماطم المصبره لما تكون موجوده في الوصفه حطوها هي الاولانيه مع يعني الدرسه ديالكم ولا واش عندكم هكذايا. هنا واش ندير دوك هذيك راح نجيب الاروس تاعي نحطو يتقلى بشويه. ايوه هكذا. ما هذه هي لاسيوس. وي لازم يتقلى الرز. علاش؟ لما يتقلى للرز راح يتشبع بالماده الدسمه اللي هي الزيت، من بعد واش راح يصرى له؟ راح يتنفخ ويولي ترونسبارون. لما يولي ترونسبارون نتاكدوا مني باللي ولا ترونسبارون تما باش نمرقوا. ايوا فوالا. والا راح يتعجن. هذه يعني لا خطوات بسيطه فقط لازم برك الواحد كما نقولوا ياخذها بعين الاعتبار ويطبقها حرفيا. حتى انت وسيله في كل مره تورينا الطريقه الاصح لطبخ الارز. اكيد. وكذلك كل مره خديجه نور لهم يعني حاجه جديده باش ما يكرهوش، لانه ماشي كلهم حنطيبوا بلا ميم فاسون، كاين بزاف وصفات عديده ما تخلاش تاع طبخ الارز. انا هذه دوك هذه الوصفه انا شوفي الحاجه اللي تخليني ما نديرش الرز ست فوار هذاك وتغليه وكذا نعجز له.
لا جزء تاع تغدي هو هذه المرقه تاعو دوك ننسى عليه ويتعجن معظم من الناس يغلوه سما دوك هذا يغلوه يغلوه خاطر كيما قلتي ما يكسروش راسهم لكن هو ما يتغلاش كي نحبوا نغلوه باش نديروا به شلاده فقط هذا ما كان لكن هذه الطريقه الصحيحه تاع طهي الارز حنا يعني نقولوا طريقه المطاعم ولا ياسر طريقه المطاعم ولا الطريقه الصحيحه باسكو لي ريستورون يخدموا بالطريقه الاصح علاش يحبوا كي مثلا كي تخرجوا على بالي بلي كامله كي تروحوا تفطروا برا ولا تعشوا وتشوفوا بلي كامل نحبوا نديمونديو الروز يعجبنا الروز تاع المطاعم ولا تاع الفنادق باغ كونتر كان بالك تاكلوا في الدار ما يعجبكمش صح يتعجن ديجا تضربي عليه ميم با 10 دقائق يولي مكور كامله ويلاصق مع بعضاه لكن هكذا تكونك مهنيه نزيدوا هنا نحطوا مباشرة الفلفل قلنا حبة تاع فلفل وحبة تاع حار مقطعة مكعبات صغيرة اوكي نعم على هذا على هذا الفلفل المقطع الدقيق كاين اتصال مرحبا الو 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 صباح الخير صباح الخير صباح النور واش راكي مليحة الحمد لله وانتيا واش راكي لاباس الحمد لله قولي لنا الاسم ديالك ومنين تتصلي بينا ليلى من عند فلان ولايه عند فلان ليلى من عند فلان بارك خير الناس يسلمك انا متتبعه وفيه للقناه الوطنيه صافي بليزير صافي بليزير شرف لينا وباينه بلي متتبعه وفيه للشيف وسيله وي نتبع كاع الاطباق تاعها نطيب كاع الوصفات تاعها نشوف الوصفه تاع الجمال تفضلي حبيتي تقولي لها حاجه على بالك راهي معانا وسيله صباح الخير ليلى نقولها يعني شاف وسيله يعني معروفه على يعني راهي مدرسه الله يسلمك حبيبتي هذه شهاده كما نقولوا افتخر بها ليلى قبل قولي لي واش راهم ناسعين الدفله واش راكم لا بس ما الحمد لله وكيفاش يتبعونا شويه تما في عين الدفله احكي لنا شويه يعني يتبعوا لا ما يتبعوش كي عارفه المراه ما كيفاه في البيت ما كانش دير صباح صح تلفزيون واش راكي حابه حاجه نديروها لكم راه قريب رمضان اقتراحات واش راكم حابين ندير لكم وصفات تاع الجمال ولا كذلك وصفات الطبخ تفضلي ليلى والله يعني كيما نقولوا حنا تبعوا يعني تبعوا كاع وصفات اللي ديريهم كاع نديروهم يعني ما تشرطيش انت راكي شغل وهيبه تاع الصباح ليلى واش راكي حابه تشوفي واش راكي حابه يمكن راه جاي رمضان كيما قالت وسيله فلك راكي حابه تنوعي لانه حنا نعرفوا ليلى بلي كي تدخلي كوزينه في رمضان حيخلصوا لك اللي زيدي باش طيبي صرالك كامل متعافى الاطباق تاع رمضان الحريره البوراك صح طيب انت واش راكي حابه تكتشفي مع وسيله لانه نعرفوا وسيله دائما تبدل لنا الوصفات يحبونا يحبوا خديجه المملحه راكي معانا ليلى انا معك تفضلي قلت لك انت واش تحبي تحضري في رمضان مثلا وشنو هي الاطباق اللي تحبي تاكليها واش تحبي احكي لنا شويه عليك ليلى يعني ما هو ليلى ما كيفاه في البيت ككل امراه الله يبارك عليك راهي حشمه شوفي انا على بالي ليلى بلي راهي حشمه لا لا ما تحشمش ليلى راكي حشمانه ليلى كيف عيطت لنا تحشم منا ها ليلى اي انا كي شغل حسيت نهضر معاك غير انت حشم زعما شغل كي كنا كي رانا حنا هنا زعما شغل حشمتي منها لا لا ما تحشميش ليلى هضري بكل اريحيه بالعكس احنا نفرحوا لما تتواصلوا معنا ولما تتصلوا بينا احنا نفرحوا ليلى وكل انشغالاتكم على الراس والعين كما يقولوا ومرحبا بكم في اي وقت انا كيما انا بغيت نستشيرك فهم في واحد الامر بصح كيما راك حشم معليش خليه خليه اللي استقبلت المكالمه اذا كان امر يعني نسوي خليه اللي استقبلت المكالمه ومن بعد هي تعطيه لي وانا راح نجاوب عليه ياك ليلى قلت لك انا كيما هكا ما كيفاه في البيت يعني دائما في كل ما نحب هكا ندير مشروع نبغي طبخ نبغي الحلويات في كل ما نبغي هكا ندير مشروع نبغي نعاود شغل نفشل ما لازمش تفشلي هذا هو تشوفي ليلى كيما نقولوا عفوا خديجه كاين ديبياتو يعني ما كاش واحد انسان بدا ديريكتومون هو ناجح فهمتيني ليلى لازم نفشلو باش ننجحو ياك لانه طعم النجاح والنجاح صعيب وطعم تاعو تفرحي به مر هذاك الفشل فبالتالي لازم تعاودي وتحاولي وكاع كاع فشلنا كاع جزنا بالك انتما ثاني صارت لكم صح ليلى ليلى شوفي هي يقول لك الفشل هو نقطة نجاح ونقطة بداية النجاح ما كانش واحد فينا في هاد الدنيا ما يجوز على الفشل ما يجوز على المشاكل على الصعوبات عقبات هذه الدنيا يعني فيها دي وديبا فأكيد ماهيش حتكون وردية دائما ليلى صح في كل ما نبغي نطلع درجه نمشي هاد هاد الشيء بالك الاخر نعاود هاد الشيء بالك ماشي خير ليها عفوا واش من نوع تاع الصعوبات مثلا اللي تواجهيها انتيا واش من نوع تاع الصعوبات كيما امكانياتك شغل امكانياتك
معليش شوفي بداي بشويه، الناس بدات من والو ليلى، ما تقدريش في نهار يكون عندك كامل الامكانيات وتحققي كل شيء في نهار، لازم نبداو غير بشويه. عارفي باللي كي تبداي بشويه تطلعي السلوم درجه بدرجه راكي رايحه تنجحي حتما، حتى الله سبحانه وتعالى راح يعاونك. خاطر علاش؟ على بالو بليك نيتك يا يعني البيو تاعك انك يعني حتحققي حاجه ليك، وحابه ديري حاجه تاع حلال باش تخدمي وتفرحي بها روحك وعائلتك كذلك، ياك؟ راني فهمتها وسيله. اولادي داري ندير مشروع نبغيها. اني فهماتك يعني، والله انا كنت في مرحله كيما هذه وسيله، وين قاعده نقول بلي انا توجو هكا تصرى لي دائما ما نافونسيش دائما، بصح والله يا عباك شوفي كي 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 تدخليها في راسك ليلى انه هاد الحاجه ماشي تاعي ولا هاد الحاجه ما نقدرش نديرها، عارفي بلي لو كانت كتبت لك حد يديريها، وربي ما فيه غير الخير. فيمكن انت تكوني حابه حاجه بصح ربي راهو عالم، هو يعلم ما لا نعلمون، ويعني يعرف كلش واش صاري. فاكيد كي ما عطالكش ديك الحاجه اكيد ما فيهاش خير ليك ليلى، لازم دائما تحمدي ربي ودائما تدعي الدعاء والصلاه، اكيد هو اللي حيفرج عليك ربي. فهمتي يا ليلى؟ يعني هاي عندك تجربه حيه تاع خديجه، قالت لك انا ثاني يعني مررت بنفس التجربه والاحباط شوفي والفشل صح. كامله جزنا عليها ليلى، لكن كما قلت لك ما تتخليش على الحلم ديالك، هذه هي لانه علاش ربي سبحانه قلت لك راهو يشوف. فانت دائما تدرعي الى الله كما يقولوا، وعلى بالي بلي شوفي كي قلتي لي مزوجه وعندك دراري سي باي فيدا، تكون امراه ناجحه اكيد حبيبتي، وحنا نتمنوا لك تكوني راح تكوني ليلى، تكوني باذن الله تكوني. خلوني نقول لها حاجه، ها هو ياسر يزيد يحكي لك. شوفي صدقا وصراحه يا نقول لك يا اختي فريمون عسى وان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم انت توجور خلي ايمانك بالله قوي كامل في حياتنا. انا شخصيا فشلت في العديد من المحطات، لكن بعدها نط ونط اقوى من ما كنت، وخدمت وتعبت وشقيت حتى افونسيت. بصح في وقت مضى كنت نخمم كيما انت، كنت نقول علاش توجور انا معكست لي، علاش توجور انا صاده في وجهي، علاش توجور هكذا. هذاك التشاؤم ما تخليش روحك متشائمه، خلي روحك متفائله دائما بالحياه، ودائما خلي شوفي الصبر هو مفتاح الفرج. الصبري ومن صبرينا ما كان حتى واحد صبر وما ينال. ان شاء الله تقرا على كل الحركات، شغل المراه دائما تبغي دير حاجه كتعاون روحها، تشري صوالح تشري ولادها تشري. صح اكيد انت اسعي ليلى، انت لازم السعي، لكن يمكن الحلم ربي كاتب لك حلم اكبر من الحلم ديالك، يمكن ربي حيمد لك امنيه يمكن انت كنتي تشوفيها عاديه، لكن امنيه اكثر من تمني واكثر من توقعتي. فهاد الحاجه كي تجي في وقتها خديجه تجي حلوه، يعني نجح هذا في وقته حلو ليلى، فبالتالي احنا رانا معاك ونقول لك دائما عيطي، يعني كي تكوني هكذا حبيتي نصيحه ولا، فاحنا رانا هنايا راك يشتي كل واحد فينا واش قال لك، اظن يعني اعطينا لك شويه طاقه ايجابيه وجرعه امل ياك ليلى. فوالا يعني حتى حنا كي راكي تشوفي فينا هكا بالك تقولي هما راهم في التلفاز وراهم، ديري مليح في بالك انه والله غير ما كاش يعني حاجه تجيب الساهل، ما كاش حاجه تجيب الساهل، يعني دزنا على امور باش واحد الحق، ومازال نقولوا مازال ما لحقناش يعني بكل صراحه، مازال حتى يعني حنا نمدوا لها تانيك طاقه ايجابيه. انت رانيك مزوجه عندك دراري الحمد لله يا ربي، يمكن صحتهم ان شاء الله يكبروا ويقراوا وينجحوا. انا يعني نقول لكم هذه انا ماما كانت حابه تدخل الصحافيه في ظروف مليحه، ماذا بيك شغل يكونوا دا. اكيد دا. اكيد بيان سور ليلى، ان شاء الله يا رب ربي يقدرك ان شاء الله كما نقولوا، وتصلي بينا في اي وقت ان شاء الله، احنا رانا دائما في الخدمه. يعني نبغي هكا نبغي ندير حلويات هكا ونبيع، نبغي ندير الطبخ ونبيع. تقدري تقدري ان شاء الله ان شاء الله ليلى، ان شاء الله ربي يقدرك ويوفقك فيها ان شاء الله. تقدري وتبداي مشروع من لا شيء، تبداي في البيت وتبداي تبيعي، ربما تقدري تبداي تبيعي للجيران، ومن بعد تبداي توسعي فيها بالعقل بالعقل، تبداي من الجيران ومن بعد تولي تبيعي الحوانت، ومن بعد تقدري ديري الماركة تاعك نورمال تولي بلوزي ان شاء الله. وعلاش لا لا، علاش لا لا، تاع الحلويات تاع ان شاء الله كيما نبغي. ايه نعم ايه نقولوا احنا هكا نسحق فور نسحق صوالح، كي نخمم نعاود نرجع نفشل. لا لا ما تفشليش بربي ان شاء الله. لا كيما قالت لك خديجه، هذا الشيطان شويه على بالك يوسوس، الشيطان شويه مهمته انه يحطم الانسان، فبالتالي انت لا قولي بسم الله وتوكلي على ربي سبحانه ياك ليلى. صح وبقاي دائما وفيه، وتحتاجي اي شيء اتصلي بينا، اي وصفه اي حاجه يلا نحن في الخدمه ان شاء الله. ان شاء الله شكرا ان شاء الله ليلى. شكرا ليك، اليوم موفق لك ليلى. اذا ربي يحفظك. الله يسلمك. شكرا ليلى.
فريمون يعني في هذا الاتصال نشكروا السيده ليلى اللي اتصلت بينا وعلى الجرأه كذلك هي لانه مع الاول حشمت وكاين العديد من المتصلين ولا المتصلات اللي يحشموا يهضروا على حاجه هذه انا قلت بالك حاجه شخصيه انا ثاني عملت حاجه شخصيه لكن هذه حاجه ما فيهاش عيب بتاتا وانا ماذا بيا نسمع القصه تاع خديجه اللي كانت رايحه تبدا كنت حال هضره انا عملت ليله كانت نكمل برك الوصفه واش درت فيها ونلوز انا ثاني حبيت نسمع خديجه اذا باش تعرفوا مشاهدينا لما كنا نهضروا مع ليلى انا الروس تاعي كانت قله مليح ضفت له الفلفل الحار والفلفل الطرشي هذاك زدت قليته مليح ثم مرقته يعني سوا فقط وحطيت عليه المرقاز هذاك ودوك راهو على نار هاديه مغطي هنا لما يبدا يبقبق لي غير شويه راح نحط له بيان سور قلنا حبه تاع ليمون الاسود هذايا يعني نخليها تطلق البنه تاعها ونكملوا نخلوه يطيب فيه غردو حتى يتشرب هذاك المرق ديالو ومن بعد نشوفوا بيان سور معكم في صحن التقديم ودوك انا ما نروحش نلاطي هذيك الحكايه نسمعها خديجه وهي من قالت يماها كانت حابه تخرج صحفيه هما يعني كانت تقرا في الثانويه كانت حابه تخرج صحفيه كان حلم ديالها تخرج صحفيه حتى وين وصلوا الاساتذه يعيطوا لها زي بن عروس تنمو عندها صوت رائع في اللغه العربيه يعني عندها بحه جميله جدا فعملت كثير يعني باش تخرج صحفيه لكن ربي ما كتب لهاش هي ماما سعات لكن ربي ما كتب لهاش باش تكون صحفيه لكن بالك نتحط في شيء اخر اكيد نعم فوالا. لكن حلم تاعها قعد لها في قلبها فلما خرجت انا صحفيه وانا ما كنت حققت لها الحلم تاعها تقول لي هكذا فوالا تقول لي ربي ما فيه غير الخير تقول لي بالك انا ربي ما عطاهاش عطاها لبنتي شغل عطاها ليليا فهذا واش حبيت نوصل لها ليلى انه يمكن انت بالك ما جاتكش هذيك واش كنتي حابه يمكن ولادك لانه مزوجه عندها دراري كابين نجحوا لها وهذاك نجاحهم وهو نجاحها اكيد لكن حتى واحد ما شوفي حتى كما قلت لك الشباب مقبله الاطفال نعمه خديجه صح الزوج الصالح نعمه راحت البال نعمه رزق. يعني حتى ولو يعني ما عندناش يعني ما قدرناش ننجحوا في حاجه نشوفوا واش ربي مدنا اون باراليل يعني ماشي نقطعوا يعني كامل الياس ونشأموا لانه كي نشوفوا غير في وليداتنا صحه جيده يعني ما ناش نجروا في السبيطارات ما راناش يعني كما امهات واحد اخرين نقولوا الحمد لله يا ربي نشوفوا ولادنا ناجحين في قرايتهم وساجين ما يجيبوناش المشاكل مع الناس برا نقولوا الحمد لله يا ربي فيعني كل حاجه نحمدوا عليها الله كما قلتي هاي ما كنتي ما يخرج لك حققت حلمها في فلدت كبيده بالك تفرح اكثر من اللي كانت تفرح روحها ياك هذه هي فكي تشوفك بالك هكا تقدمي وتشوفك الصباح تشوف روحها فيك صح صح يعني الحلم تحقق ماشي بها لكن ربي ما خيبهاش اكيد قطعه منها هذه هي فاحنا ثاني نقولوا للجميع واحد ان شاء الله احنا نفهموا لانه ماشي ساهل ما عندكش امكانيات ولا كامل جزنا عليها لكن دائما نحاول واحد المثابره دائما والتشبت بالحلم هذا الشيء يعني مهم جدا اذا تشبتنا بالحلم ديالنا فاكيد الله سبحانه وتعالى حتى والله انا مفتصر علي انه كل حبه حاجه ربي ما يكتبها ليش لكن مع الوقت نفهم باسكو ربي يكتب لي حاجه ما احسن صح فدائما ما فيها غير الخير اكيد اذا على هذا الاتصال انا خليوني نروح مباشره للكوزينه عند وسيله هذاك هو لازم يستناو وشوف بلي هذيك هي خلاص ولي دوكاتيك معروف بلي دواق خلاص ولي دواق ياسر اليوم فيها رشات ولا كاين خليت لك الرشه خليتها ما حبيتش ندير قلت يلا هي باش الواحد يكون انسان نظيف تغسل يديك بيان سور لازم مهم جدا تغسل يديك بالماء والصابون فوالا واليك الخط صح يلا رش شوفي هي شبحيها تم قلت لك انا المره اللي فاتت كاع راهم عينيهم هنايا باش يشوفوا ياسر واش كيفاش حيدير قدرت مشكله نروحك ولا لا خديجه خلاص دبر راسك خلاص دوك هي مشكله وعبك صح مشكله مليحه مشكله مليحه مشكله مليحه نعطيك بابي ياسر وي مادا بيك فوالا باش هكذايا كيما نقولوا هكذا باش ما يلصقلكش المعدنوس في يديك ايوا فوالا صح دوك مشاهدينا اللمسات الاخيره باش تدوق باسكو انا هذه هي اللقطه اللي نحبها الله الله كي تجي تدوق شوف الطبق شحال شباب لي كولور تاعو والله شهي فريمون حاجه كالعاده وسيله دونك خديجه انت سبورتيف يعني مليح ليك يليق لي الروز لازم شوفوا هذه دوك شوف دير هكذا شوف حط يدك هكذا ومن بعد كي ترفد دير هكا ومن بعد هكا اوب وليت ما نزربعش يا اخي خلاص ولاش يتزربع شوفي محترف خلاص محترف بسم الله بسم الله وانا ماذا بيا باش نعطيهم المذاق تاع هذاك القارص المجفف الليمون الاسود المجفف اللي باش نعطيهم البنه
شتي خديجه حتى هما كيكون ما عندهم والو فريجيدير يجوا يتبعونا باش يشوفوا واش يطيبوا. صح شتي. حسيت بطعم الليمون ولا واش كاين؟ يلا عبر عبر. هو لازم حتى يبلع باش يعبر. لازم. نو صح صح. دقت انا من الجهه اللي غالب فيها الليمون تسمى جاتني. هو حب يزيد حب يزيد بس. حامضه شويه. مي اتون. ياسر تعرف باللي حبيت تزيد ما بيكش تذوق. فوالا هاي. باسكو منا كانت حبت عليا. فوالا فوالا ها هو الروز. ما تحس والو ما شاء الله كون خير هذيك الحموضه كون تزيد الغفله لوكو باسكو علاش عندنا المرقاز نو انا كي دقت باش يفهموا المشاهدين ها باش يشوفوا حتى في الكاميرا انا كي دقت دقت منه من هذا الكوتي حبه تاع قارص تسمى من القارص ديريكتوم من لاسورس تاع القارص دونك دوق تبحر لي كي دقت من الجهه اللي من هي من الجهه المقابله الجهه اليمنى وعلى الجهه اليسرى لازم تنوع شويه دقت ما شاء الله واش نقول لكم الله يخلي لنا وسيله يسلم. الله يخلي لنا الماكله البنينه ويخليكم لينا ويخليك الدواق تاعي ربي يخليكم لينا ويخلينا ليكم وينقص من عمرنا ويزيد في عمركم المشاهدين نقول لكم بقوا متابعين لنا دائما في برنامج صباح الوطنيه وسيله يعطيك الصحه شكرا لك وسيله شكرا تجدد الوصفات غدوا ان شاء الله نتلاقاو بكم اكيد نتلاقاو ونزيدو نسيبوك هنايا باش تدوق اليوم تاني اليوم خديجه اليوم خلاص زليناك ورايحين نختموا من هذه الركبه تعرف تزليني دائما هذه الايامات نشوف فيك تزليني الماكله خديجه وقيله حبي يجي هنا بالك وقيله دوك انا منا مشاهدينا نقول لكم باللي نتلاقاو بكم غدوا ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس الموعد بقاو متابعين لينا في برنامجنا سلام.